لماذا الشيعة فشلوا في الحكم ولكنهم بارعون في المعارضة؟ وين العقدة بهذا الموضوع إذا صح التوصيف؟ حقيقة عدم نجاح الذين كانوا معارضين لعقود من الزمن، عدم نجاحهم في إدارة الحكم له أسباب كثيرة جداً لا تقتصر عليهم وعلى كفاءتهم، وطالما أيضاً نحن تحدثنا عن هذه الأسباب، السبب الأول أن تغيير النظام لم يكن على أيدينا وإنما كان على أيدي الآلة العسكرية الأمريكية التي تخفي أهدافاً غير التي كنا نتوقع وغير التي كنا نتصور وغير التي كانوا يقولون بها. يعني قطعاً وقولاً واحداً أن الغزو الأمريكي لم يقتصر على إسقاط نظام صدام فقط وإنما أمعن في إسقاط الدولة، ولذلك حينما جاء المعارضون نعم لسد الفراغ بعد سقوط صدام ونظامه وحكم حزبه، وجدوا أنفسهم أمام مهمة كبيرة جدا لم يعدوا لها إعدادا كافيا، وجدوا أنفسهم هم مو أمام مهمة إدارة الحكم بعد أن سقط النظام الدكتاتوري، فأهلا وسهلا بكم بإدارة نظام ديمقراطي، المسألة ليست هكذا. نحن وجدنا أن العراق قد سقطت مؤسساته، مؤسسات الدولة العراقية انتهت، الجيش انتهى، الشرطة، الأجهزة، ماليته انتهت، اقتصاده انتهى، على إذا افترضنا أن الاقتصاد محصور بالنفط، فكانت المهمة جسيمة إلى أبعد الحدود، إضافة إلى أن العراق بعد سقوط نظام صدام وسقوط الدولة العراقية بعد 2003 أصبح حديقة بلا أسوار، دخلته مختلف الأجهزة المخابراتية والأمنية سواء كانت القريبة والمجاورة أو البعيدة، وعليه الذين كنا نسميهم معارضة عراقية وجاءوا للحكم يجدون أنفسهم يتحركون بين ألغام، ألغام ليست سهلة. المشكلة اللي أنا أثيره دائماً وأتمنى أن يصير ماثل أمام الآخرين، نعم، حينما رأى المعارضون هذا المشهد المعقد طرح المحتل الأمريكي مشروع يعني يسيل له اللعاب، مشروع تقاسم السلطة بين المكونات، يعني قال لهم وكأنه يقول لهم مالكم ومال الدولة وإعادة بناء الدولة هذا مو شغلكم، تعالوا التهوا بتقاسم ما تبقى من العراق، وعليه تقسم العراق شيعة وسنة وأكراد، وانعكس هذا التقسيم. إذن هنا